والآن متابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية، ونعود مرة أخرى إلى ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكم ريهام وإلهام، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس بارد صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، الإسكندرية 19-12، مطروح 17-10، بورسعيد 18-12، والإسماعيلية 20-8. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 19 درجة والصغرى 8، العريش 18-10، طابة 21-11، شرم الشيخ 25-16، والغردقة 23-13. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 7، أسوان 28-11، الوادي الجديد 24-9، وشلاتين 27-16، وأخيرا حلايب العظمى 25 درجة والصغرى 15. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.